سؤال أخير أخت مريم، الناس اللي عم بتشاهدنا حاليا ولدول جماعة محتفلين بيوم العابر، إيه الرسالة اللي عاوزة توصليها لربما حد من عيلتك عم بشاهدك؟ وطبعا أنت بتحبيهم، بتحبي بلدك، بتحبي الناس، إيه الرسالة اللي أنت عاوزة توصليها؟ أنا عايزة أقول لهم إن أنا بحبكم قوي، لكن أنا عملت حقي الطبيعي، ربنا خلق لي عقل عشان أفكر بيه. ممكن تكون قراري ما كانش حلو بالنسبة لكم، ممكن تكون أنتوا كمان اتألمتوا بسبب القرار اللي أنا أخدته، الألم كان في الناحيتين، لكن أنا لسه بحبكم. وفي نفس الوقت ربنا المسيح قال فتشوا الكتب، أنا كل اللي عملته، لأن إلهنا الخالق السماوات والأرض ده حاجة عظيمة قوي، ده حاجة كبيرة قوي، مش معقول يكون خلق لنا عقل ويقول لنا ما تفكروش. أنا فكرت وصليت وربنا كشف لي ذاته، عشان كده أنا اتبعت المسيح. حب أقول لكم حاجة واحدة بس، حياتكم الأبدية تستاهل إن أنتوا تقعدوا بكل تواضع وتسألوا الإله الحي اللي أنتوا عارفين إنه هو حي، الإله الواحد، تسألوه يا رب ماذا تريدني أن أفعل، يا رب اكشف لي ذاتك. حياتكم الأبدية تستاهل. الأكل الشهات اللي احنا خدناها من جدودنا ومن جدود جدودنا مش هتنفعنا بعد لما نموت، بعد ما لما نموت هنقف قدام الإله الحقيقي. حياتكم تستاهل. المسيح قال أنا هو الباب، أنا هو الباب بالألف واللام، يعني ما فيش باب غيره. المسيح قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. المسيح موجود في قرآنكم، اقروا القرآن هتجدوا المسيح، لأن أنا وجدت المسيح لما قريت في القرآن كويس. ليه المسيح مميز؟ ليه المسيح هو الوحيد اللي هيجي مرة تانية؟ ليه المسيح هو الوحيد اللي إبليس ما قدرش يلمسه لحظة ميلاده؟ كل ابن آدم لمسه الشيطان ساعة ولادته ما عدا المسيح ابن مريم. محمد قال كده، لأن محمد ما يقدرش يكذب. وين إت كامز للمسيح، وين إت كامز للإله الحقيقي، ما يقدرش يكذب. فالمسيح يستاهل إن أنتوا حياتكم الأبدية. لو مش خايفين على يعني خافوا على حياتكم الأبدية، عودوا وسألوا نفسكم يا رب أنت فين، وربنا كفيل يقول لكم هو مين. آمين آمين. شكرا كتير يا أخت مريم، ربنا يباركك وكل عام وأنتم بخير، كل سنة وربنا وانت يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر. شكرا أشكرك يا أخت مريم.